رمضان على مزيكا فم. صحيح هي باجة اليوم خالية من كورونا ومش كان باجة بركة بعض مدن باش نحافظوا ماذا بينا ليزولاسيون تاع المدن. أول حاجة ليزولاسيون، ثاني حاجة كما تعرفوا باجة مدينة رمضانية بامتياز، ياسر ناس تجي لباجة من المدن الكل، وهذا يشكل خطر كبير على المدينة. على غالب احنا ما بين حاجتي لان يعني نسكروا البلاد، زادة كما تشوف برشا تجار قاعدة تخدم، ومشكل مشكل 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 كبير برشا انه نسكروا البلاد ولا نخلوا البلاد تمشي. ان شاء الله ربي يسترنا وان شاء الله لحدك حد البس. والله خالي من كورونا زدت تخوفني، كي تقول لي خالي من كورونا وتسمع العباد، خاطر انا مثلا تعديت توا من بعض واحد يبيع في ارتيكل معين اللي كانوا البارحه الاولى والنهارات الاخرين كانوا منظمين بشكل باهي، فهمتني؟ محافظين على ارواحنا. اليوم نلقاهم كاتسين فوق بعضهم، ما ندريش هذا وما خاطر سمعوا ما ثماش كورونا ولا شنو الحكايه. دونك ماذا بينا نحافظ على بعضنا وماذا بينا نتنظموا وننظموا البلاد باش نبقاو ديما الحمد لله ونحمدوا ربي وخالين من كورونا، وان شاء الله ربي يجيبكم في الصحه. لازم نحافظ على الامتياز هذا، نكلموا السيد الوالي باش ما عادش يخلينا حتى تونسي يجي يهز مخارق وزلابيه من باجه، تو باب الزلاز كلها معبد. كان تهبط من سوسه من تونس من نابل من الكاف من الولايات كلها باجه معبي، ما فهمتش انا كيفاش داخلين الباجه هذام بلاش رخص ويزوزوا الباجه ويهزوا في المخارق والزلاب. نحن لباس علينا ما عندنا حتى شيء، هم يحبوا اخويا يجيبوا لنا المرض الباشا. ماذا بيا ما نقطعوش الارزاق نتاع العباد وتبقى الاحوان محلوله وننظموا السوق، معناتها نظام باهي. نحاولوا فهمتي ولا لا، معناتها الناس تشد الصف بالقدا، نحاولوا فهمتي ولا الناس تحترمك الصف هذاك، تخليك المسافه المتر وما بين المتر باش ما نقطعوش رزاق العباد هذه. فما عائلات قاعده تاكل في الخبز من الحاجات هذه، فما ناس معناتها تعيش الاف العائلات، مش عائله ولا اثنين، الاف العائلات. نحبوا نحترموا الحاجه هذه، والناس الضيوف اللي يحبوا يجيو مرحبا بهم، اما هما بيدهم يحترموا الصف هذاك. وماذا بيا كلي بافات هذيك ايش بيه كي نلبسوها ونحن ونبداو بعض على بعضنا، ايش المشكله معناتها؟ ما يقلقنا حتى شيء، نحن الحمد لله باجه معناتها لاباس، نحاولوا نحافظوا على الحكايه هذه وكهو، وان شاء الله ربي يبقى علينا السبب. بعد تضحيات بعد خدمه كبيره سواء على مستوى الناس البلدي ولا المجتمع المدني ولا التجار ولا المواطنين الكل اللي ضحاوا، ماذا بينا التضحيه هذه ما تحناش فينا لا قدر الله، لذلك يلزمنا نتفاداو النقائص اللي ظهرت مؤخرا اللي من بينها وفود مواطنين من خارج ولايه باجه باش يجيو يشيروا من خارج البلاد، اللي كنا نفرح ونتمنى ونكونوا اكثر بعدات في الظروف العاديه، لكن نظرا للظروف الاستثنائيه تعيش البلاد ماذا بينا المصالح الجهويه وكل من يخص الامر يتحمل مسؤوليتهم في الحكايه هذه وينقصونا اكثر ما يمكن من وفود مواطنين من خارج الولايه تطبيقا لقرارات منع التنقل بين المدن. ثم زاد دعوه للتجار، حسينا رولاشمون اليوم درنا في باب الناس، حسينا ثم رولاشمون بالاخص على مستوى تنظيم الصفوف، على مستوى دعوه المواطنين باش يتباعدوا على بعضهم. ان شاء الله بالالتزام بالحاجه دي، ونحن كبلديه ان شاء الله مواصلين في عمليه التعقيم وكل ما يلزم نعملوه باش ان شاء الله نخرجوا كبلديه باجه كولايه باجه ان شاء الله بصفر حاله اصابه وحاله وفاه، فقط نواصلوا الطرح نتاعنا ونواصلوا.